يلا حضري لي حالك لأفخم كيك شوكولاتة على البخار وبدون فرن، ورح تودعي كل مشاكل الكيك اللي كانت تصير معاكي قبل. الكيك بتهبط بس تطلعيها من الفرن، ما بتكون نافشة، ما بتكون هشة من جوا، هذا كله رح يصير من الماضي. وزينتها طبعا بصوص شوكولاتة وطلعت بتشهي. أول إشي حطيت 3 بيضات، كوب من السكر، ومعلقة كبيرة من الفانيلا، وأنا بحب طبعا أستخدم سكر وشعبان، بعدين بخفقهم كتير كويس مع بعض ليصيروا عندي مثل الفوم. بضيف كوب من الزيت وبضيف كوب من الحليب وبرجع بحركهم كتير منيح. منضيف عليهم 2 كوب و3/4 كوب من الطحين، 1/4 كوب من الكاكاو، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وعندي 1/2 معلقة صغيرة من البيكنج صودا. بحركهم مع بعض كتير كويس ليصير عندي القوام مثل هيك بالضبط. بعدين بحضر القوالب. أنا صراحة بحب أستخدم قوالب الجرانيت اللي بدهنها بس زيت، وعندي طنجرة هيك كتير كبيرة بحط 1/3 مي، بس 1/3 مش أكتر من هيك. بضيف الكيكة عليها وبغطيها وبحطها على نار هادية، ولازم تكون النار هادية، وبتركها بالضبط 40 دقيقة. بعد هيك بتركها تبرد شوي وبقلبها، وشوفوا لي جمالها، ضعف قلبي عندها الوصفة قد ما هي بتجنن. بعدين حطيتها وزينتها بصوص الشوكولاتة وطلعت خرافية خرافية وبتجنن.